أهلا ومرحبا بكم، نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، نبدأها بالعناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح يناقش مع قيادة محور تعز التطورات الأمنية والعسكرية. وزير التخطيط يؤكد موافقة البنك الدولي تقديم منحة إضافية بمبلغ 100 مليون دولار لدعم توفير الكهرباء في بلادنا. الميليشيات الحوثية تقصف الأحياء السكنية في تعز، والجيش الوطني يسقط مسيرة حوثية محملة بالقذائف في الجبهة الشمالية للمدينة. إلى التفاصيل، أهلا ومرحبا بكم. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق صالح مع قيادة محور تعز التطورات الأمنية والعسكرية في ظل تصاعد الخروقات الحوثية وتنصلها عن تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة الأممية. وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح خلال اللقاء إن تعنت الميليشيات الحوثية واستمرار خروقاتها بمختلف أنواع الأسلحة ورفضها الإيفاء بالتزاماتها برفع الحصار الغاشم عن محافظة تعز لم يكن مفاجئا، وهي من دأبت منذ نشأتها على الانقلاب على العهود والمواثيق وانتهاج سياسة العقاب الجماعي بحق المدنيين واتخاذ الملف الإنساني مادة للتضليل والابتزاز والمساومة. وأضاف العميد طارق صالح أن الميليشيات الحوثية باتت في حالة انكشاف أمام الرأي العام اليمني والدولي وحتى في أوساط عناصرها بعد أن تأكد للقاصي والداني وقوفها حجر عثرة أمام جهود التهدئة وإحلال السلام، وأي خطوة لتخفيف المعاناة عن كاهل اليمنيين وانقيادها الأعمى خلف المشروع الإيراني التدميري الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا وهوية وأمنا واستقرارا للمنطقة ومصالح العالم أجمع. وحذر العميد طارق صالح من استغلال الميليشيات الحوثية للهدنة لتعزيز حشودها من المقاتلين والسلاح والعتاد لجبهات القتال في محافظتي مأرب وتعز ومضاعفة عمليات تجنيد الأطفال، بالإضافة إلى إدارة الأنشطة التخريبية لاستهداف قيادات الدولة والقيادات الأمنية والعسكرية والسياسيين والإعلاميين بالتنسيق والتعاون مع الجماعات الإرهابية لإرباك المرحلة وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، مشيدا بالدعم السخي الذي يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة والشعب اليمني في مختلف المجالات، والذي لولاه لكان النظام الإيراني قد فرض مشروعه في اليمن وذهبت الأمور لما لا يحمد عقباه. ونوه إلى تجاوب الأشقاء في المملكة العربية السعودية وموافقتهم على تمويل مشروع تنفيذ طريق تعز الكدحة المخة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ضمن حزمة المشاريع التنموية العاجلة التي تم الإعلان عنها مؤخرا بقيمة 400 مليون دولار، مستعرضا في هذا الصدد جهود الهندسة العسكرية في المقاومة الوطنية والقوات المشتركة في نزع الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بكثافة في المنطقة وتأمين الطريق الحيوي الذي ساهم في التخفيف من وطأة الحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على محافظة تعز. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي ببطولات وتضحيات قيادة وضباط وأفراد محور تعز وأبناء المحافظة التي كانت صاحبة الطلقة الأولى في وجه الكهنوت الحوثي، موجها برفع مستوى الانضباط والجاهزية للتصدي الحازم لأي تصعيد ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية للحد من الاختلالات وتثبيت الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين. واستمع العميد طارق صالح خلال اللقاء من قيادة المحور إلى شرح موجز عن الموقف العملياتي في مختلف جبهات القتال في المحافظة والطرق الرئيسية التي يفترض أن يشملها أي تفاهمات لفتح المعابر، وبما ينعكس بشكل مباشر على المواطنين الذين طالت معاناتهم جراء ظروف الحرب والحصار الحوثي. شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تشرف وزارة الخارجية تشرف وزراء الخارجية بلقاء فخامة رئيس جمهورية لبنان العماد ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذين شاركوا
بل أشاروا إلى أهمية العمل العربي المشترك، مؤكدين على دعم لبنان للجامعة العربية وللقضايا العربية. وخلال الاجتماع التشاوري قدم الوزير بن مبارك عرضا لتطورات الراهنة في بلادنا، لا سيما الجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية من أجل مواجهة التحديات الراهنة والاستحقاقات العاجلة للتخفيف من حدة الأوضاع الاقتصادية وإحلال السلام وإنهاء الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية ضد أبناء شعبنا اليمني. وقال في الوقت الذي قدم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية العديد من التنازلات في سبيل تمديد الهدنة الدولية والحفاظ عليها، إلا أن الميليشيات الحوثية لم تقدم أي تنازلات وتواصل تعنتها وحصارها للمدنيين في تعز وتضاعف معاناتهم، مكرسة مساعيها لتشديد الحصار على المدنيين في المحافظة، ومحذرا من أن عدم التزام الميليشيات بتنفيذ كافة البنود ينذر بتفاقم الوضع الإنساني وتدهوره، وهو ما يتنافى مع الهدف الرئيسي للهدنة التي جاءت لترفع من معاناة الشعب اليمني وتخفف من آثار الكارثة الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات الحوثية. كما عبر وزير الخارجية عن شكره لكافة الدول العربية لدعمها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مؤكدا أن إنهاء الحرب في اليمن يصب في مصلحة أمن واستقرار كافة دول المنطقة والإقليم. حضر الاجتماع المندوب الدائم لبلادنا لدى جامعة الدول العربية السفير رياض العكبري وسفير بلادنا لدى لبنان عبد الله الدعيس. أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب أن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على تقديم منحة إضافية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي مخصصة لدعم المرحلة الثانية من المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في بلادنا، وذلك عقب زيارة وفد رفيع المستوى للبنك الدولي للعاصمة المؤقتة عدن. وقال وزير التخطيط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن المشروع يهدف إلى زيادة إمكانية الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية وأطراف المدن باليمن، وكذا التخطيط لاستعادة قدرات قطاع الكهرباء في بلادنا. وأضاف الوزير باذيب أن هذه المنحة الإضافية مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقراً حول العالم، لافتاً إلى أن المشروع سينفذ من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالاشتراك مع أصحاب المصلحة المحليين. وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن المنحة ستسهم بتزويد العديد من المنشآت الخدمية العامة بخدمات الكهرباء الجديدة أو المحسنة، مما يساعد على تحسين إمكانية حصول المواطنين على الخدمات الحيوية، وسيمكن المشروع منشآت الأعمال الصغيرة والمبتكرة من الحصول على أنظمة الطاقة الشمسية، الأمر الذي سيسهم في تشجيع إيجاد فرص العمل وبالتالي الوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي المنشود. ونوه وزير التخطيط إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة في حشد الموارد وتعزيز التعاون مع المانحين الدوليين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد. وسط حفاوة وترحيب كبيرين، يستمر حجاج بيت الله الحرام القادمين من اليمن بالتوافد إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. قناة عدن الفضائية وثقت جانبا من هذه الحفاوة التي تواكب وصول ضيوف الرحمن في سياق التقرير الذي أعده الزميل أكرم صالح. يستمر توافد حجاج بيت الله الحرام القادمين من أرض الوطن إلى الأراضي المقدسة في ظل أجواء روحانية وفرتها بعثة الحج اليمنية لأداء مناسك الحج بسهولة ويسر مع وضع كافة الإمكانيات لخدمة الحجيج. شعور تمام، شعور مرة راحة وإيمان وكل شيء، والترحيب ما شاء الله رحبوا هنا هدايا وكل شيء تمام، والأمور كلها طيبة الحمد لله.
أتيت في فوج الفوج الثالث حج مع تبع وكالة القنع، وما شاء الله استقبلونا بحفاوة، والله مشاعر طيبة في هذه الأرض سبحان الله، وهذه الأيام المباركة كما فضل الزمان وفضل المكان، أسأل الله يبارك في هذه الجهود وأن يجعلها دائمة بإذن الله، جزاكم الله خير. يسعى القائمون على بعثة الحج اليمنية لتوفير أقصى سبل الراحة لحجاجها والتيسير عليهم في تحركاتهم وإقامتهم. الحمد لله الذي وصلنا إلى هذه البلاد لأداء فريضة الحج، ونشكر بعثة الحج اليمنية على جهودها وترتيب الحجاج وصولهم إلى هذه الأرض المباركة بالسلامة، والحمد لله على كل. اللهم اصلح اليمن وأهلها جنوبها وشمالها إن شاء الله، يصلح قادتها. الحمد لله استقبلونا استقبال طيب، كل شيء مسهل الحمد لله، مش توقعنا انه مسهل الحمد لله، الحمد لله على كل حال. فرحة كبيرة للحجاج لدقة التنظيم منذ وصولهم المنافذ الحدودية أو عبر الطيران حتى وصولهم لفندق الإقامة، في ظل تواجد بعثة الحج اليمنية بمعيتهم لخدمتهم والإجابة على كافة استفساراتهم. إذن مشاهدين الكرام، يتواصل توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة وسط حفاوة وترحيب كبير من قبل وزارة الأوقاف اليمنية، وأيضا ترحيب كبير من قبل الجانب السعودي. لقناة عدن الفضائية أكرم صالح. في سياق متصل، قال وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة نائب رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن الدكتور مختار رباش إن عدد حجاج محافظة سقطرى الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة جوا لأداء موسم الحج هذا العام بلغ 86 حاجا. وأضاف الوكيل الرباش خلال استقباله بمكة المكرمة حجاج محافظة سقطرى إن قيادة وزارة الأوقاف والإرشاد تولي محافظة أرخبيل سقطرى أهمية بالغة، حيث اعتمدت وكالة خاصة بالأرخبيل، وهناك فروع لبعض الوكالات في المحافظة، وذلك من أجل سهولة الحاج والتسجيل من نفس المنطقة أو من نفس منطقته. وثمن وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية التي سهلت إجراءات نقل الحجاج من أرخبيل سقطرى جوا. الليلة بفضل الله استقبلنا حجاج بلادنا القادمين جوا من سقطرى، وبتوجيهات كريمة من معالي الوزير والحكومة بالاهتمام بهؤلاء الحجاج نظرا للبعد، ونشكر التحالف العربي الذي كان له دور كبير في نقلهم وتسهيلاتهم، تسهيلات دخولهم، وكذلك لا ننسى الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية في تسهيل إجراءات دخولهم حتى الأراضي المقدسة مكة المكرمة. الليلة استقبلنا 86 حاجا القادمين من سقطرة، وتحفهم الفرحة والسعادة بقدومهم إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج. الكل كان هنا فرحا ومسرورا، قيادة الوزارة والقطاع واتحاد الوكالات وجميع العاملين في بعثة الحج اليمنية، وكذلك الطاقم الإعلامي المرافق للقنوات اليمنية الحاضرين كان لهم دور كبير في نقل هذه الصورة الجميلة. اليوم نحن هنا بحمد الله وبفضله في المملكة العربية السعودية في الديار المقدسة. غادرنا اليوم من مطار سقطرى إلى مطار جدة الدولي بفضل المتابعة الحثيثة من السلطات المحلية والسلطات في الجمهورية، والتنسيق مع الأخوة في المملكة العربية السعودية مثلة بملك سلمان حفظهم الله ورعاهم وولي عهده محمد بن سلمان، جزاهم الله خير على هذا الاهتمام بأبناء سقطرى. كنا نعاني في الماضي السفر يكون إلى المكلة وبعدين نمشي بر، نكون متعبين مرة، يعني نكون متعبين ببعد الطريق والتأخر في المنافذ، لكن اليوم الحمد لله احنا وصلنا بأسرع ما يمكن إلى الديار المقدسة بخلال ساعات، ونشكر هذه الضيافة على هذا حسن الاستقبال والكرم، ونحن سعداء جدا ونشعر بارتياح كبير جدا لوصولنا لهذه الديار المقدسة،
والاستقبال والحفاوة الذي تم استقبالنا بها. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد الحمد لله أن وصلنا إلى هذه الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج والعمرة، ونشكر المضيفين ونشكر المملكة العربية السعودية وحكامها وأهلها وشعبها على هذا التضيف وخدمة الحج والحقيق والحج. ونحن وافدين من جزيرة سقطرى عبر الطائرة بعد ما كنا نمشي، بعد ما كان الحجاج على طريق البر وعليهم تعب قليل، لكن اللي يقوم أن ينوي أن يعمل عمل خيري ما يحس بالتعب حتى ولو، ولكن الآن الرحلة تيسرت وقلعنا من مطار سقطرى إلى مطار جدة، وناقلونا عبر الباصات من جدة إلى هنا إلى مكة المكرمة. إن شاء الله نحن نقوم بعمل الواجب علينا من الحج والعمرة. السلام عليكم ورحمة الله. نحن حجاج من سقطرى جينا وشلتنا الطائرة حق السعودية أصحاب السعودية، جزاهم الله خير، خادم الشريفين الله يحفظهم إن شاء الله ويطول بعمرهم. واستقبلنا الباص من هنا وطوفينا الجماعة هنا واستقبلنا قبل الشريفة، والله يقدركم إن شاء الله، الله يكتب أجركم إن شاء الله جميع. شكرا جزيلا إن شاء الله. زار وكيل شؤون الشهداء والجرحى علوي النوبه اسر ضحايا حادث التفجير الارهابي الذي استهدف مدير امن محافظه لحج بالعاصمه المؤقته عدن لتقديم واجب العزاء. وشملت الزياره التي رافقه فيها مدير مكتب شؤون الشهداء والجرحى فرع الضالع مديريتي خورمكسر والتواهي، نقل خلالها الوكيل تعازي ومواساة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ووزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد حامد لملس لذوي الشهداء، معبرا عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب الجلل، كما أكد التزام الحكومة والسلطة المحلية بتقديم الرعاية اللازمة لأسر الشهداء ومتابعة معالجة المصابين والعمل على معالجة أوضاعهم في اعتماد مرتبات شهرية لشهداء التفجير وكذا المصابين من ذوي الإصابات البليغة. بتكليف من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ومن معالي وزير الدولة محافظ عدن الأستاذ أحمد حامد الملس، قمنا اليوم بالنزول وتشرفنا بأداء واجب العزاء لأسر الشهداء الضحايا الناتج عن الانفجار الإرهابي الذي استهدف مدير أمن لحج في عدن في يوم الأربعاء. ونقلنا تحيات وتعازي دولة رئيس مجلس الوزراء والسلطة المحلية ممثلة بالأخ الأستاذ أحمد حامد الملس لهؤلاء أسر الشهداء، وهي رسالة تعبر عن هذا المصاب الجلل الذي أصاب الجميع، ولكن بإذن الله يتغمدهم الله مع الشهداء. وأما بالنسبة للجرحى فإننا ندعي لهم بالشفاء العاجل، وإن الدولة ستقوم مقامها حيث توجد توجيهات بتخصيص مرتبات شهرية لأسر الشهداء وأيضا الجرحى ذوي الإصابات البليغة. تواصل ميليشيات الحوثية الانقلابية شن قصف مكثف على الأحياء السكنية في مدينة تعز. وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن الميليشيات تشن قصفا على الأحياء السكنية في محيط جبل جرة بالتزامن. قال المركز إن قوات الجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مسيرة حوثية محملة بالقذائف في الجبهة الشمالية للمدينة. وكانت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران شنت الجمعة قصفا بقذائف الهاون على مواقع الجيش الوطني بمنطقة الضباب غربي تعز. ورصد تقرير صادر عن المحور 2778 خرقا ارتكبتها الميليشيات الحوثية في مختلف جبهات المحافظة منذ بداية الهدنة الأممية حتى الخميس الماضي. نفذ مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام عملية إتلاف وتفجير جديدة بلغت 1133 لغما وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة من مخلفات ميليشيات الحوثي في مديرية باب المندب بمحافظة تعز. وتأتي عملية الإتلاف بعد إعلان مشروع مسام تمديد العمل على نزع وإتلاف الألغام للسنة الخامسة. عملية الإتلاف الأخيرة شملت 375 لغما مضادا للدبابات و17 قذيفة غير منفجرة و497 فيوز منوع و7 ألغام مضادة للأفراد و15 عبوة ناسفة. وقال القائم بأعمال فريق جمع الألغام والقذائف المهندس يحيى عاطف إن هذه الألغام ومخلفات الحرب الأخرى التي تم التخلص منها تم جمعها من مناطق وقرى الساحل الغربي
التي كانت تشكل تهديدا مباشرا على حياة المواطنين. تحت هاشتاج الحوثي يخرق الهدنة، الحوثي يفشل السلام، انطلقت مساء اليوم حملة إعلامية إلكترونية تنديدا بممارسات ميليشيات الحوثية الانقلابية وتنصلها عن كافة التزاماتها ونقضها للعهود. تفاصيل الحملة في هذا التقرير. تحت عنوان الحوثي يخرق الهدنة ويفشل السلام، انطلقت مساء اليوم حملة إعلامية إلكترونية تنديدا بممارسات ميليشيات الحوثي الانقلابية وتنصلاتها من كافة الالتزامات ونقضها للعهود. الحملة التي تستمر لمدة يوم ويشارك فيها مختلف الفئات العمرية والتوجهات السياسية في الداخل والخارج، ستعمل على كشف تاريخ الحوثيين الطويل في نقض الهدن والمعاهدات والضغط على المبعوث الأممي والمنظمات الدولية اتخاذ مواقف أكثر جدية في التعامل مع الحوثيين. وتشمل الحملة عرض الوقائع والإحصائيات التي تكشف ألاعيب الحوثي والتفافه على اتفاقيات السلام وإظهار أنواع الخروقات التي قام بها الحوثي وتداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي في بلادنا. الحملة التي تشارك فيها مختلف الوسائط الإعلامية والاجتماعية ستعمل على تأكيد تنصل ميليشيا الحوثي من الاتفاقيات المبرمة وخرقها أي هدنة تعلن للتخفيف من معاناة الشعب في مقابل التزام كامل من التحالف وقوات الحكومة الشرعية بالهدنة. فعلى الرغم من سريان الهدنتين الأولى والثانية إلا أن الخروقات الحوثية لم تتوقف ونتج عنها أكثر من 65 قتيلا وجريحا من المدنيين في محافظة تعز فقط خلال شهري الهدنة الأولى ونزوح أكثر من 34 أسرة و17 منزلا تعرضت للقصف الحوثي. ففي ظل التزام كامل من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وحرصها على تحقيق السلام وإنهاء الحرب، ارتكبت ميليشيا الحوثي أكثر من 1924 خرقا للهدنة خلال 21 يوما من إعلانها في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع، ما يؤكد عدم اكتراث الميليشيات الحوثية بالجهود الإقليمية والدولية التي تسعى إلى تحقيق السلام في بلادنا وإنهاء معاناة الشعب اليمني. إزاء كل هذا التعنت والصلف من قبل الميليشيات الحوثية، يتوجب على الجميع العمل على تعرية ممارسات هذه الميليشيات الإنقلابية أمام الرأي العام المحلي والعالمي والدفع نحو ضرورة اتخاذ موقف جدي من قبل المجتمع الدولي وتحديدا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن. أما الآن فإلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.
إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. في ختامها نعود ونذكر بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح يناقش مع قيادة محور تعز التطورات الأمنية والعسكرية. وزير التخطيط يؤكد موافقة البنك الدولي تقديم منحة إضافية بمبلغ 100 مليون دولار لدعم توفير الكهرباء في بلادنا. ميليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية في تعز، والجيش الوطني يسقط طائرة مسيرة محملة بالقذائف في الجبهة الشمالية للمدينة. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. في ختامها لكم أجمل التحايا وأطيب المنى من طاقم العمل جميعا. دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.